مرحبا. إذا رأيت هذه الأشياء قد تتذكر أيام طفولتك، وكم من أوقات أمضيتها في مثل هذه الأماكن، وكيف كنت تنظر إلى ابتسامة أمك وإلى وجه أبيك عندما تكون معهم في مثل هذه الأماكن. ولكن سرعان ما قد تتذكر حالك الآن وإلى أي عمر وصلت. هذا مما نعرفه، أما الذي لا نعرفه كم بقي لنا في هذه الحياة. لو فكرت عرفت أن الأيام تمضي سريعا وأن العمر قصير وهو يسير. فهذا سيدنا أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه يقول: الدنيا خائنة كذابة تضحك على أهلها، من مال عنها سلم منها، ومن مال إليها بلي فيها. هي كالحية، لين لمسها قاتل سمها، أيامها تمضي كالخيال، ولذاتها سريعة الزوال. فاستغل فيها بطاعة الله ولا تغفل عن حساب نفسك. إن أردت أن تستغل فيها بطاعة الله تعلم كيف تؤدي طاعة الله، تعلم كيف تؤدي ما فرض الله عليك، تعلم ما هي المحرمات، محرمات البطن، محرمات اللسان، محرمات الرجل، محرمات اليد، محرمات الأذن، ومحرمات القلب. نعم، هناك محرمات للقلب، من ذلك الرياء. ما هو الرياء؟ الرياء أن تعمل عمل الطاعة ليمدحك الناس، أي السمعة، حتى يقال عنك كذا وكذا. ما نويت ابتغاء وجه الله تعالى بعملك الطاعة مخلصا له تبارك وتعالى. فالله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له، أن تكون نيتك خالصة لوجه الله تعالى. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، فمن نوى بعمله الطاعة مدح الناس له لا ثواب له في هذا العمل، بل وعليه معصية من الكبائر. وهذا الرياء الرسول عليه الصلاة والسلام سماه الشرك الأصغر، لأنه يشبه الشرك الأكبر الذي هو عبادة غير الله، والذي هو أكبر الذنوب عند الله تعالى. أما الرياء فهو الشرك الأصغر، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر. لكنه لا يخرج الإنسان من الإسلام، إنما هو ذنب عظيم. من وقع في الرياء حرم ثواب العمل وعليه معصية كبيرة. هذا مثال عن معاصي القلب، وهناك غير الرياء من معاصي القلب. لذلك تعلم، فليس المرء يولد عالما. هنيئا لمن تعلم ما فرض الله عليه وما حرم الله عليه، فأدى ما أوجب الله واجتنب ما حرم الله ومات على ذلك، هو السعيد. هو السعيد لأنه قدم لآخرته ما ينجو به من المهالك في القبر وفي الآخرة، بل يكون من ملوك الآخرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء، إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. آمين آمين يا رب العالمين.